كيكه اللي هي شوكولاته، كيكه الشوكولاته الجميله اللي هي بتتحط فيها كريمه من جوه بيضه، ازاي بتعمل؟ هي سهله جدا، يعني مقاديرها برضو من المقادير الجميله اللي كلها بتتحط اصلا على بعضها، وممكن تعمليها بمضرب يدوي او بمضرب كهربائي زي ما حضرتك عايز. عندي اول حاجه اصابع الكيك بالكريمه قدام حضرتك اهي، 250 جرام من الزبده من الدقيق، عندي 100 جرام من الكاكاو الغامق، وبعد كده عندي 250 جرام من السكر، 3 عدد بيض، عندي 250 ملي من اللبن، عندي 2 معلقه من الخل، 125 ملي من زيت الذره. بص حضرتك المقادير دي ايه؟ المقادير دي كلها على بعضها، يعني المقادير انت شايفاها ديت كلها تحط مع بعضها، مفيش حاجه تحط قبل حاجه، اهو زي ما حضرتك كده شايف، ادي البيض مع السكر، جميل. بعد كده عندنا اللبن، عندنا زيت الذره، بعد كده عندنا الدقيق، عندنا الكاكاو الغامق والبيكنج باودر، وعندنا بيكربوناتو، بعد كده عندنا معلقتين خل او معلقه كبيره من الخل، وشويه فانيلا صغيرين، مفيش اسهل من كده يعني. بعد كده اهوت بنبدا ان احنا نحرك كل الكلام ده مع بعضه، واخر حاجه بضيفها عندي الميه اهي. تطلع معاكي كيكة بادجي حاجة محترمة جدا اهي. نقلب شايف الخليط ما شاء الله، فاهمة ازاي؟ مفيش أي حاجة بتتضرب قبل التانية، كله مع بعضه، حطيهم في بولة واحدة وبتطلع غامقة جدا جدا. الكيكة دي بتطلع غامقة ليه بقى؟ من الخل اللي احنا بنحط الخل بيفتح المسام بتاعة الكيكة ديت نفسها، وبيخليها هشه وحلوه جدا مع البيكربوناتو اللي احنا حطيناه. حط عندي شويه ميه صغيرين جدا، ونبدا نقلب لحد ما الايه، ما القوام بتاعها، القوام بتاعها بيبقى قدام حضرتك كده. تعالوا بقى نشوف. انت عايز ماشي براحتك زي الفل. تعالى ناخد عندنا كيكه الشوكولاته، بعد ما بتطلع معايا ببدا ان انا اصبها برده في صاج اللي احنا كل حاجه حطيناها مع بعضها. بنقوم واخدينها على درجه حركه 170 لحد ما تستوي معايا، ونبدا نعمل لها الكريمه. الكريمه بتاعتها مختلفه، كريم شانتيه وجبنه كريمي وسكر، بنضربهم بمضرب سلك يدوي. انا مش عايز ايه، مش عايز ان انا اعليها، مش عايز تبقى فيها كريمه عاليه، لا خالص، انا عايزها تبقى كريمه سايله. فازاي بتتعمل؟ مضرب سلك يا شباب والنبي بولا، معلش انا اسف، كريمه الشوكولاته مش هعلي الكريم شانتيه باللبن خالص، انا عايز كريمه تكون سايله عشان اوريك الفكره بتاعتها هتبقى عامله ازاي. فبجيب عندي كريم شانتيه خام او بسكر اسف، وعندنا لبن، وعندنا جبنه كريمي ساده، دول التلات حاجات بس اللي انا هحتاجهم واللي انا محتاجهم لحشو الكيك. ادي عندنا الكريم شانتيه يا جماعه، ادي عندنا اللبن، وادي عندنا الجبنه الكريمي، وابدا ان انا كده اهوت اضرب الكلام التلات حاجات دول مع بعضهم لحد ما تعمل ايه، الكريمه. هوريك القوام بتاعها ان شاء الله، بس هبدا اضرب فيها كده اهوت لحد ما ناخد فاصل صغير كده، وبعد الفاصل انت مجرد ما بضرب فيها هتلاقيها ابتدت تمسك دلوقتي، بس مش محتاج منها كثافه، ما تعلاش منها. جيمي ما حطيناش اي مضرب سلك يدوي كهربائي في الموضوع، هو مضرب سلك يدوي هو اللي مطلع القوام بيبقى كده
زي اللي حضراتكم كده شايفينه. زي ما اتفقنا بنعمل ايه بقى؟ بنبدا ان احنا نحطه على الكريمة او الكيكه من فوق بعد ما بتخلص كده اهو. يبقى جبنا كريمي وسكر. عارفين الكريمات دي يا جماعه تقف البسكويت والحاجات ديت، هي دي الكريمه اللي انا بكلمك فيها اهي. نبدا نحطها كده نبدا نقسم ديت على اتنين. بعد كده بالترانش كده من فوق نبدأ نجزعها. وبعد كده نبدأ ايه ناخد اول قطعة من ديت. بس هي شايف السهولة في التقطيع عامل ازاي. نبدأ بقى ايه نقسمها بالطول كده ونقطعها زي الجاتوه. بتبقى عندك بالشكل اللي انت شايفاه ده، الكريمه من فوق اللي جوه، فاهمه ازاي؟ مش كريمه عاديه، كريمه كريم شانتيه زي ما اتفقنا، مضروب بسكر بودر ومش واخد كثافه ومش واخد علوه ولا حاجه، بايديكي بس بتتعمل. وتقدري تعملي بقى بسكوت شوكولاته كمان وتحشي بيها الكريمه ديت بسكوت الشوكولاته. هبدا ان انا اجيب عندي الجاتوه كده اهو الصغير ونبدا نرص بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ننزلنا كده من بعضها عشان كله تاخد صاج. ده كلام جميل، ده كلام مظبوط. طيب هناخد واحده كمان ونعملها. انا عامل الكميه اللي انا عملتها ديت عملتها على صاجين اتنين، فنعمل واحده كمان عشان ايه تبقى باينه قدام حضراتكم. نعمل ايه؟ هتقومي جايبه الكريمه اللي احنا عملناها وتقوم واخداها حطاها هنا كده. الكريمه اللي احنا بنلاقيها في الكيكات الجاهزه اهي منتهى السهوله وعملتها قدام حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوزعها كده على الصاج كله. وبعد ما اوزعها على الصاج كله بنبدا ان احنا نقسم الكيكه ديت على اتنين اهي كده. وبعد كده تقوم جايبين عندنا الترانش ومقسمين ديت على اتنين. بسم الله كده تمام. يلا بينا ونقوم واخدين النص ده كده يا جيمي، نقوم لافين حاطين كده ولافين هوب ونقوم حاطينها. ماشي يلا خلاص بقى اتقطعت عادي، سهله سهله سهله، كله هيتعالج دلوقتي. اي حاجه بتتقطع قلنا قبل كده مش مبرر والله للنفس على الهوا، بس هي فعلا اي حاجه بتتقطع لازم تتحط في الثلاجه. يعني بعد ما تحش لازم تحط في الثلاجه، ما ينفعش تاخديها على طول وتقومي شغاله بيها على طول كده، فلازم تحط في الثلاجه الاول. اجزع كده وبعد كده ابدا ان انا انضف هنا كده برضو. لا دي لازم تحط في الثلاجه يا جيمي عشان نعرف ان احنا نقطعها كويس.
هنحطها في التلاجة شوية كده اهوت، وبعد كده نبدأ ان احنا نشتغل بيها ان شاء الله ونقطعها بنفس الطول ده. We'll be right back.